موعظة وعبرة لأولي الألباب، وآثارهم أقرب إلينا مما نتخيل. أرض الأنبياء الآن على شاشة العربية. آثار النبوة تقف شاهدا شامخا على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا، مرورا بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاما للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي. أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة، الزم باب ربك واترك كل دون واسأله سلاما. دعوة إبراهيم عليه السلام كانت أشمل دعوة من نوعها في تاريخ النبوات، ولم تصل إلى سعة انتشارها إلا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم التي أصبحت دعوة للعالمين وشملت الدنيا كلها. دعوة إبراهيم كما تقول بعض الروايات بدأت في العراق، ومنها إلى جنوبي تركيا، ثم إلى شمالي سوريا، ومن هناك إلى فلسطين فمصر، لتستقر في أهم مراحلها في مكة المكرمة، ثم ليعود إلى أرض فلسطين ليتوفى هناك ويدفن في ثراها الطهور. ملامح شخصيته أنه رسول رحالة، يعني لأنه عالمية الرسالة
ومن هنا هو أبو الأنبياء، يعني عالمية الرسالة، يعني هو من العراق إلى فلسطين إلى مصر ثم يعود مرة أخرى. كل هذه ملامح في شخصية ورسالة سيدنا إبراهيم عليه السلام. لو بحثنا عن مسيرتهم نجد أن سيدنا إبراهيم هو الأوسع مسيرة في هذه المنطقة، والتي كانت تمتد من حدود أرض تركيا تقريبا إلى أراضي مصر إلى مكة. وهذه الرحلة الطويلة لإبراهيم عليه السلام واتساع الرقعة الجغرافية لدعوته تؤكد أن هذه الدعوة كانت أساسية وفاصلة في تاريخ النبوات. قبل إبراهيم، أي من آدم إلى إبراهيم، كانت هنالك نبوات، وهذه النبوات كانت في حدود معينة، لأن الشعوب والأمم لم تتكاثر إلا فيما بعد. ولا يوجد دليل أو شاهد قاطع يحدد مكان ولادة ونشأة إبراهيم عليه السلام، لكن بعض الروايات تقول إنه ولد ونشأ في أور الكلدانيين، والكلدانيون قوم من العرب هاجروا من الجزيرة العربية، ومدينة أور الأثرية في جنوبي العراق كانت مركزا دينيا مهما لدى السومريين ثم البابليين ومحطة للتجارة. وقد تم ترميم المنزل الذي يظن أنه كان بيت إبراهيم عليه السلام، كما رمم المعبد الذي كان يضم آلهة قومه. تجد البيت أعيد بناءه من جديد، ولم يبقى من البيت القديم الذي كان مجرد أطلال وجدران قائمة في فضاء، وهو البيت الآن ليس مسقف وإنما مكشوفا. أهل هذه المنطقة في المرحلة التي عاش فيها إبراهيم كانت لهم آلهة متعددة من الأصنام، ويروى أن آزر أبا إبراهيم كان نجارا يصنع الأصنام ويبيعها لمن يعبدها، لكن إبراهيم أدرك بفطرته منذ صغره فساد عقائد قومه وتهافتها، فكان ينكر على الناس منذ الصغر ولا يقترب من هذه الأوثان ولا يحبها ولا يعظمها، بل يسفه أحلام القوم الذين يؤولون بالعبادة لها. فالله تعالى قلده هذا المنصب العظيم لأنه رباه على عيني منذ الصغر وأهله لهذه المكانة لأن يكون أبا الأنبياء وخليل الله تبارك وتعالى. ومن أوائل الناس الذين حاورهم إبراهيم ودعاهم إلى ترك عبادة الأصنام أبوه آزر. ونلاحظ الأدب الرفيع والأسلوب البديع من سيدنا إبراهيم عليه السلام في تعامله حتى مع والده المشرك الذي لم يكن مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، وكان في إطار الوثنية والعبادة للأوثان، ومع ذلك كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول: يا أبتي يا أبتي لما تعبد، يا أبتي إني قد جاءني، يا أبتي. بينما كان الخطاب من والدي إبراهيم عليه السلام قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وجرى تحاج بينه وبين قومه يورد فيها البراهين والأدلة المنطقية المقنعة والملزمة، وكان ثابتا قويا وهادئا في حججه.
فإبراهيم كان متصفا بصفة الذكاء، وهذه من أهم الأمور التي ينبغي أن يتلقاها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى من أنبياء الله. كيف يفكرون في الدعوة؟ كيف يفكرون في الأساليب التي تخاطب الناس؟ ورغم كل ما كان يورده من حجج وبراهين على فساد عقائد قومه، إلا أنه لم يؤمن بدعوته إلا اثنان. وحتى أقرب الناس إليه رفضوه، ما آمن به إلا لوط ابن أخيه بس، وسارة بنت عمه، والباقي ما أحد آمن به. انتقل إبراهيم عليه السلام من مرحلة إدراك تهافت معتقدات قومه ومحاجتهم في ذلك، إلى فعل عملي أراد من خلاله أن يثبت عجز هذه الآلهة المزعومة حتى في الدفاع عن نفسها. يوم من الأيام في المساء وضع خطة، كان عندهم في اليوم التالي عيد، وكان من عادتهم في ذلك اليوم أن يضعون القرابين الفواكه واللحوم أمام الأصنام ويخرجوا خارج القرية يحتفلوا، وبعدين يرجعوا في آخر النهار يأخذوا هذا الطعام يأكله. فخرجوا إلى عيدهم، فهو استفرد بهذه الأصنام وكسرها وحطمها، لأن آلهة مزيفة لا تنفع نفسها ولا تضر غيرها فضلا عن أن تنفع غيرها، وأبقى على كبيرهم لإقامة الحجة بها عليهم. ولذلك نلاحظ أن القرآن الكريم لما يقص علينا هذا القصص يقول بعد الصدمة الفكرية اللي أوقعهم إبراهيم فيها، يقوم يقولوا له إيه؟ أنت تعرف أنهم لا ينطقون لا يتكلمون، طب فلما تعبدون ما لا ينطق وما لا يتكلم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله. ويقص القرآن الكريم بعد ذلك ما جرى من خبر إلقائه في النار ونجاته منها بمعجزة إلهية. فصنعوا له هذا الجبل من النار، رموه فيه، سقط داخل النار، الناس منتظرة طبعا خلاص هلك. وإذ فجأة يخرج إبراهيم عليه السلام من النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، خسروا هذه المعركة. انتشر الخبر في العراق كلها، واحد رمي في النار ولم تحرقه النار. ولو قال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا لكانت النار بردا ولم ينتفع بها الناس، لكنه قال وسلاما. ويتكرر مشهد المحاجة بين إبراهيم وبين من آتاه الله الملك في البلاد بعد أن انتشر خبر نجاته من الحريق. وصل الخبر إلى الملك نفسه النمرود، قالوا أتوا به. تجاوبي ما دينك من أنت؟ قال أنا عبد الله رب السماوات والأرض. قال أنا ربك. قال الله يحيي ويميت. فقال النمرود أنا أحيي وأميت. فأمر يأتون باثنين من السجن محكوم عليهم بالإعدام، قال هذا أطلقوه هذا اعدموه، أنا أحيي وأميت. طبعا ليس هذا هو المقصود من الجدل، لكن هنا حكمة إبراهيم عليه السلام، يعني واحد سفيه قاعد يخرج عن الموضوع، طيب جيب له حجة أخرى تبهر إذا كانت هذه الحجة ممكن يلعب فيها. فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الملك كفر. بعد أن وصلت دعوة إبراهيم في قومه إلى طريق مسدودة، قرر الهجرة شمالا إلى منطقة حران، وهي الآن جزء من الأراضي التركية وفيها شواهد لإبراهيم عليه السلام. لم يخرج معه إلا اثنين، ابن أخيه لوط صار نبيا، وسارة زوجته المقربة إليه، وخرج من العراق إلى شمال الشام إلى حران، مدينة مشهورة في سوريا. ذهب إلى حران
الآن مهاجر ليس من قوم حران، وإذ بالناس لا يعبدون الأصنام وإنما يعبدون النجوم والكواكب. ففكر كيف يدعوهم إلى الله عز وجل، هم لا يعرفوا عنه شيئا، الآن هو مهاجر إليهم. رب فرج همي واشف علت سقمي من أبي من أمي. المأثورات المتداولة في منطقة أورفا في حران القريبة من الحدود السورية تقول إن إبراهيم عليه السلام ولد ونشأ في هذه المنطقة التاريخية. كانت هذه البلدة اسمها آذسة، كانت في يد الروم البيزنطيين واسمها آذسة، ولما فتحت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فتحت على يد عياض بن غنمن، فبعد أن فتحها العرب المسلمون سموها الرها، ولا زالت الرها إلى الآن، والآن تسمى بأورفا كما أن تسمى بالرها. هذان العامودان هما العامودان اللذان يقال عنهما أنه ألقي إبراهيم عليه السلام من ذلك المكان، أو بعد أن رمم، يعني رمم وعمل على حسب ما كان عليه قديما. اتجهنا أولا في مدينة أورفا إلى المكان أو الغار الذي تقول المأثورات المتداولة هنا إن إبراهيم عليه السلام ولد فيه. والمنزنيق التي يقال أنه ألقي إبراهيم عليه السلام هو هذا الذي تشاهده أمامك، وهذه هي القلعة التي أنشئت وبني عليها المنزنيق، وأدخل إبراهيم عليه السلام مغلولا في تلك في المنزنيق فأرمي إلى البحيرة التي هي أمامك. من هناك وصل إلى أرمي إلى البحيرة في المنجنيق. طبعا هي كانت بحيرة ولا كانت؟ لا، هي كانت عبارة عن مجمع، طبعا جهنم عبارة عن تجمع، عن مجمع حطب جمعوه مدة شهر أو شهرين على حسب بعض الروايات، يقال أنه شهر أو شهرين. هذا شوف، هذا هو الغار، هذا الغار من بعد له بابين، له بابان، الباب اليميني للرجال والباب الآخر للنساء، هذا هو أساسا الغار. فإذا ما تقربنا إليه يكتب عليه كمان إنه هذا الغار الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام، هذا هو. فتفضل قرب شوي شيئا فشيئا. انظر إلى هذه الكتابة، يكتب فيها بالإنجليزي والتركي والعربي والفارسي، فهذا هو. فهذا مثل ما قلت لك، مثل ما ذكرت لك أن هذا القسم هو قسم مدخل للنساء، وهذا القسم هو مدخل للرجال، فهو من هنا الناس تأتي وتدخل إلى زيارة ذلك الغار الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام. يأتون إلى الغار فيدخلون من هنا يدخلون إليه. وبالقرب من هذا الغار هناك قلعة تاريخية أقام الأتراك فوقها عمودان كبيران، يقولون إنهما يرمزان إلى منجنيق ضخم حمل عليه إبراهيم وألقي في النار في قصة حرقه المشهورة، وأقيم في مكان المحرقة مسجد وأمامه حديقة وبركة ماء فيها أسماك يعتبرونها مقدسة ولا يصيدونها لأنها في رأيهم جزء من قصة إبراهيم. هذا هو المنجنيق، شوفوا، هذا يرى المنجنيق، وهذه هي القلعة. لا أقول أن هذا المنجنيق هو المنجنيق الذي بناه نمرود، هذا لا يمكن أن يبقى إلى اليوم، لكنه ربما أنه رمم أو بني على حسب الرواية التي كانت تعرف بأنه المنجنيق الذي
ألقي منه سيدنا إبراهيم عليه السلام. فهذا هو المنجنيق. تشوف المنجنيق، تشوف اثنين الأعمدة الاثنين، هذه الأعمدة الاثنان التي ربط بينهما، ربما ما أدري كيف صار أنه ربط بينهما هناك شيء، وألقي إبراهيم عليه السلام إلى المحرقة المشهورة التي انقلبت ماء وانقلب الحطب أسماكا. الله الله وبآله الغر الذي لهم الأسماك. وبصرف النظر عن مدى دقة المأثورات التركية بشأن شواهد قصة إبراهيم هنا، فإن دارسين آخرين يقولون إن عبادة النجوم والكواكب والشمس والقمر هي التي كانت سائدة في هذه البلاد في عهد إبراهيم، ويفسرون بذلك ما ورد في القرآن الكريم من حوار بين إبراهيم وبين نفسه بشأن تأليه هذه الأجرام، وهو في حقيقته حوار مع القوم الذين ارتحل إليهم، وهذا الحوار نوع من مخاطبة الناس على قدر عقولهم. إلهي منك إسعادي وخالي. طلعت الشمس، قال لي هذا ربي، هذا أكبر. الناس ما يعبدوا عادة في النهار، يعبدوا في الليل، بدأوا يراقبوا. لما صار المغرب قال وين ربي؟ أنا كيف ربي يروح وأنا محتاجة؟ بدأ يدعوهم إلى التوحيد. ما سجد لصنم ولا سجد لنجم ولا لقمر، كان أسلوب في إقامة الحجة على قومه. وفي حران أعلن براءته من شرك قومه وخرج منها مهاجرا، وهذه المرة نحو أرض فلسطين. وفي الطريق مر بحلب وله شواهد فيها. فهل المقصود من الاحتفاظ بمقام إبراهيم الخليل هو قضية تعبد أم قضية تذكير بأن إبراهيم اصطدم في حياته مع النمرود، ذاك الذي قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم ربي يحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت. فحينما أقرأ مقام إبراهيم من هذا النص أقول أين النمرود وأين إبراهيم؟ فإبراهيم في كل يوم يصلى عليه آلاف المرات، اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، فأين النمرود اليوم؟ أنا من أكون إذا أضعت ضيائي الله في ظلمة الكون. ثم وصل إلى أرض فلسطين وكان فيها جزء من قومه العرب وهم الكنعانيون، وأقام فترة في مدينة نابلس، وتشير بعض الروايات إلى أنه مر بمدينة بيت المقدس وحل ضيفا على ملكها العربي الكنعاني، ومن هناك توجه إلى مصر، لكنه سيعود إلى هذه البلاد مرة أخرى بعد أن يرفع قواعد بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وهو ما سنعرف تفاصيله في الحلقة القادمة بإذن الله. النور أنت كل نور زائف يا سيد الأفلاك والأضواء يا رسول الله.
آثار النبوة تقف شاهدا شامخا على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مرورا بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاما للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي. أيها الناس إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة اسألي الله ربك فهو عونك وحسبك كم هداك كم غضبك. بعد مرور إبراهيم عليه السلام بفلسطين إثر جولة طويلة في أرض الأنبياء، واصل هذه الرحلة بزيارة يقال إنها استمرت عاما إلى مصر. وكانت في تلك الفترة تحت حكم الهكسوس، وقد دخل إلى مصر من طريق سيناء الشمالي. من هذا الطريق جاء سيدنا إبراهيم ودخل إلى مصر في رحلته الشهيرة، حينما جاء بزوجته ودخل إلى الدلتا وتزوج هاجر المصرية في القصة التي نعرفها على وجه التحديد. وتقول الروايات إن إبراهيم عليه السلام بعد عام من إقامته في مصر عاد مع زوجته سارة والمرأة التي أهديت إليه وهي هاجر، التي يقال إنها ابنة ملك مصر العليا، سباها الهكسوس ثم أهدوها إلى إبراهيم إدراكا منهم لمكانته الرفيعة. كانت الحروب دائرة بين الهكسوس وبين الفراعين في الجنوب. تصادف وجود ورود بمعنى مجيء أعداد كبيرة من الأسرى المصريين والمصريات، وكما هو معروف في التاريخ أن الأسرى يستعبدون. من بين من جاء في هذه الفترة من الأسرى عدد من أميرات مصر على رأسهم السيدة هاجر الأميرة المصرية التي أسرت في حرب الهكسوس مع الفراعنة. وفي ملمح آخر، هو تزوج من مصرية وأنجب إسماعيل، خاتم الأنبياء يتزوج من مصرية ويسمي ابنه منها إبراهيم اللي هو أبو الأنبياء اللي أقام قواعد البيت. يعني هنا أيضا فكرة وحدة الدين
مع تنوع الشرائع، وده اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مصر ان لها ذمه ونسب، يعني اهل مصر لهم ذمه ونسب عشان هاجر وعشان ماريا، وابراهيم تزوج هاجر والرسول خلف ابراهيم من ماريا المصريه. ورغم عدم وجود شواهد على ان ابراهيم عليه السلام نشر دعوته في مصر، لكن ذلك امر غير مستبعد. كما ترون الآن ظهرت أمامنا مآذن الحرم المكي الشريف، ونحن ننظر إليها من فوق قمة جبل خندمة، وتظهر أمامنا سطح الحرم. لكن المرحلة الأهم من سيرة إبراهيم عليه السلام هي توجهه إلى مكة المكرمة، إلى الموقع الذي كان فيه بيت الله الحرام، وهنا أسكن زوجته هاجر وابنهما إسماعيل عليهما السلام. كما ترون نحن الآن أمام ساحات الحرم، وأمامنا المنائر، وأمامنا هذه المناظر الجميلة جدا. هذا هو الحرم المكي، هنا الكعبة، وهنا رفع القواعد من هذا البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث وضع السيدة هاجر وابنها الصغير إسماعيل بأمر من الله عز وجل في هذا الوادي الذي كان مقذر، لا ماء ولا شجرة ولا بشر، وارتحل تارك الزوجة الضعيفة وابنها التي قالت إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ قال إلى الله. قالت إذن لن يضيعنا الله عز وجل. ثم بعد أن اختفى خلف الجبال دعا لهم أن الله سبحانه وتعالى يرزقهم من الثمرات، وأن يسكنهم في هذا الوادي، وأن يقيموا الصلاة. وكما ترون هذه هي نتيجة دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. هذه بعض أحياء مكة المكرمة. كما ترون هذه المنطقة التي كانت في يوم من الأيام صحراء قاحلة، وإذا بها الآن هذه دعوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث دعا لهذا الوادي الذي كان لا ماء ولا زرع ولا حتى بشر، أصبح كما ترون وادي غير ذي زرع في بين الجبال، ما في ماء ما في شيء. فترك هاجر هناك ومعها طفلها الرضيع، فنادته قالت يا إبراهيم تتركنا هنا لا ماء لا زرع؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذن، قالت شوفوا الكلمة الجميلة تعلم بها الرجال قبل النساء، قالت إذن لن يضيعنا. وفي مكة جرت وقائع اختبار الله لإبراهيم عندما أمره بذبح ولده إسماعيل، وفي مرحلة لاحقة أمر الله إبراهيم برفع قواعد الكعبة فرفعها مع إسماعيل عليهما السلام. حتى إذا ما أصبح إسماعيل كبير في السن أتى إبراهيم وقال له إن الله يأمرني أن أرفع القواعد من البيت. قال أعاونك يا أبي، وبدأ الأب والابن في العمل. وحينما ارتفع البناء كانوا يأتون بحجر لكي يصعد عليه إبراهيم، وسمي الحجر مقام إبراهيم. من طاف بالكعبة سوف يرى مقام إبراهيم بجوار الكعبة. كانت المهمة الأساسية التي تحدث عنها القرآن الكريم لإبراهيم عليه السلام هي إعادة بناء أول بيت وضع لعبادة الله على الأرض. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا يعني ماذا يعني؟ ماذا تعني؟ بوأنا يعني جعلناها بيئة ومكان صالح لإبراهيم عليه السلام ليسكن فيه. بوأنا مكان البيت لإبراهيم عليه السلام ليقيم ليبنيه لينقيه من الأوثان ومن الحجارة ومن كل شيء فيه شبهة،
ويعد للطائفين والعاكفين والركع السجود ولزوار بيت الله إلى يوم القيامة. في الحقيقة يعني هذه قضية تدل على أن دين الإسلام من حيث كونه عالميا أمر ليس صدفة ولا مبتدعا ولا مبتكرا ولا مؤقتا، وإنما هو قضية يعني قضية مقدرة قدرا من رب العالمين عز وجل. ولهذا رب العالمين جعل الكعبة أول بيت يبنى للناس. إبراهيم ذهب إلى أول مكان أقيم فيه بناء يعبد فيه الله سبحانه وتعالى في تاريخ البشرية على وجه هذه الأرض، أعاد إقامة القواعد من البيت هو وإسماعيل. ليه؟ لماذا هذه الرحلة الحجازية؟ لأنه ذهبوا معاه إسماعيل اللي حيجي من نسله خاتم الأنبياء، يبقى أبو الأنبياء يقيم قواعد القبلة لأمة خاتم الأنبياء. ومن جبل قريب من الحرم يسمى جبل الكعبة، نقل إبراهيم وإسماعيل جزءا كبيرا من الحجارة التي أعادا بها بناء بيت الله. يقال في بعض الكتب مثل كتاب الأزرق أخبار مكة وغيره بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخذ أحجار الكعبة من جبال مختلفة من أنحاء مختلفة من العالم. يقال، نحن لا نملك تأكيدا عن هذا، ولكن ما نستطيع أن نقترب منه أكثر بأن هذا الجبل جبل الكعبة أخذت منه الأحجار لأنه لا يبعد عن الحرم مسافة أقل من كيلو متر واحد. بذل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وحدهما جهدا هائلا في رفع قواعد البيت، وترك إبراهيم أثرا خالدا. أمرنا باتخاذه مصلى وهو مقام إبراهيم، وسيظل مع الكعبة شاهدا يذكر الأجيال بما قام به هذا النبي العظيم. فهذا هو الذي يمكن أن يقول إنه يدل على وجود إبراهيم وعلى ما أقامه بأمر الله تبارك وتعالى من بنية نقول إنها الكعبة. البنية هي البناء، فأقام هذه البنية وبقيت وستظل باقية إلى يوم القيامة. بعد أن أتم إبراهيم إعادة بناء الكعبة أمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بالحج، ووعده أن يلبي الناس نداءه في جميع العصور. فذهب إلى جبل عرفة وبدأ ينادي: يا عباد الله حجوا بيت الله. فبدأ الحج. كيف بدأ الحج؟ هذا الصوت اللي في صحراء ليس حوله أحد، بلغ هذا الصوت لكل العرب، وقيل كل الناس، لكن الأرجح أنه بلغ كل أرجاء الجزيرة. وليس هذا فقط، ليس فقط سمعوا صوت يناديهم يقول حجوا بيت الله، بل بمعجزة إلهية قذف الله في قلوبهم تقديس الكعبة وحب الكعبة، فبدأ الحج. بدأ الحج إذن بمعجزة. وكل منسك من مناسك الحج وكل موقع في مكة يذكر بإبراهيم عليه السلام وبما تركه من قواعد وشواهد لآخر شريعة سوف تتنزل على البشرية. عندما نرى هذا الجبل نتذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن بنى البيت
ورفع القواعد من البيت الكعبة أمره الله عز وجل بأن يؤذن في الناس بالحج. فتعجب إبراهيم وقال: يا ربي كيف سيصل صوتي لجميع الناس في كل مكان؟ صوتي لا يستطيع أن يصل. قال الله عز وجل لإبراهيم: عليك الأذان وعلينا البلاغ. فأذن ووقف في هذا المكان عرفة، وأذن إبراهيم وقال: أيها الناس، إن الله قد أمركم بالحج إلى بيته فحجوه. فسمعنا جميعا ونحن في أصلاب آبائنا وفي أصلاب أجدادنا، وكل الناس سمعوا هذا النداء منذ الأزل، وهكذا كل عام يحج الناس إلى هذا البيت ويقفوا في هذه المنطقة أرض عرفة استجابة لنداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل. في سيرة سيدنا إبراهيم معالم تلقي أضواء على أن نبوة ورسالة أبي الأنبياء لها علاقة وثيقة برسالة وشريعة خاتم الأنبياء، ولذلك إحنا مسلمين على ملة إبراهيم. الشريعة الوحيدة التي تحيي مناسك ملة إبراهيم هي الشريعة الإسلامية. أما منى ففيها رمى إبراهيم عليه السلام الجمار وذبح كبشا فداء لإسماعيل عليه السلام. الحجاج في أول يوم يحضرون إلى منى وهو يوم العيد يذبحون الهدي والأضاحي ويذبحون الذبائح. هذه الذبائح تذكرنا، إذا أردنا أن نعود إلى الزمن الماضي والزمن القديم، إلى قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. كان الفرع الآخر من ذرية إبراهيم عليه السلام في مدينة الخليل في فلسطين، وكان اسمها الكنعاني حبرون أو أربع، لقيامها على أربعة جبال تحيط بواديها التاريخي. وبعد الفتح الإسلامي أصبح اسمها مدينة الخليل أو خليل الرحمن. وهنا أسكن زوجته سارة وأقام في موقع البلوطة المنسوبة إليه. وفي هذا المكان جاءته الملائكة بهيئة رجال، ثم كشفوا حقيقتهم وأنهم جاءوا لإيقاع العذاب بالمكذبين المنحرفين من قوم لوط. وهنا بشروه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. البلوطة هذه بلوطة سيدنا إبراهيم، عمرها 4800 سنة. بقولوا إنه سيدنا إبراهيم إنه إجا سكن تحتيها، فإجوا عليه ثلاثة من الملائكة، وكانت ست نصارى امرأة عقيم. فعندها أرادوا أن يطمنوا وقالوا: لا تخف، إحنا مهمتنا الرئيسية ليس أنت، مهمتنا الرئيسية قوم لوط. امرأته قائمة فضحكت: إن الله سيدمر قوم لوط هؤلاء الفساد، أفسد خلق الله. فضحكت، وامرأته قائمة فضحكت. فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. وقد دفن في المغارة التي أقيم عليها فيما بعد الحرم الإبراهيمي وتعرف بمغارة الأنبياء، ودفن فيها بعد إبراهيم كل من إسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام مع زوجاتهم. وكان إبراهيم عليه السلام دفن زوجته سارة هنا، ثم دفن إلى جانبها. وبعد المجزرة استولت إسرائيل على أكثر من نصف مساحة الحرم وحولته إلى كنيس لليهود يمارسون فيه طقوسهم.
كما أقيمت فيه مدرستان يهوديتان. قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسحاق في فلسطين في الخليل، خليل الله عز وجل. فك الله أسر هذا المسجد العظيم، وفك الله القبضة التي تحكم السيطرة على هذا القبر الطهور، قبر خليل الله عز وجل. ليسوا هم أولى به، بل نحن أولى به. وما يجري الآن في الحرم الإبراهيمي وما يرافق ذلك من حملات تشويه ودعاية حول علاقة إبراهيم عليه السلام باليهود جزء من محاولات لتزوير التاريخ. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا موحدا. من أجل هذا رب العالمين عز وجل جعل ارتباط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بإبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. ومثلما رفع إبراهيم عليه السلام قواعد أول بيت وضع للناس، فإنه أرسى بدعائه الشهير قواعد آخر رسالة خاتمة للنبوات كلها. بشارة سيدنا إبراهيم عليه السلام ودعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، دعاء وتبشيرا بمقدم محمد عليه الصلاة والسلام كخاتم النبيين. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. إن دعوة إبراهيم عليه السلام هي أشمل دعوة في تاريخ البشرية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أشمل سيرة. وما تنزل عليه من صحف وعقائد ترك بصماته الكبرى في عقائد الإسلام وشعائره، وبذلك كان أول المسلمين، واستحق الإسلام والمسلمون وراثة رسالته مثلما ورثوا رسالات أنبياء الله كلهم.